كما كانت مصالح أمن ولاية الجزائر الممثلة في الأمن الحضاري السادس بدرقانة بالتنسيق مع فرقة المتنقلة للشرطة القضائية درقانة وفرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار مع حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة قصد البيع مع تخزين أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي لفائدة عصابة أحياء مع علمه بغرضها مع زرع الرعب بين أواسط المواطنين قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا مكان عناصر ذات الفرق من توقيف 3 أشخاص ما بينهم شخص واحد محل أوامر بالقبض مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارها ما بين 20 و29 سنة حاضرون من ولاية الجزائر مع ضبط وحجز 2 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير بندقية صيد بحري عصا خشبي 6 أسلحة بيضاء محظورة 29 غرام من المخدرات من الجانب الهندي و4 أقراص من المؤثرات العقلية 2 هواتف نقالة 4 كلاب شرسة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.